السلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. متابعين قضيه ولدي شارث امين اللي تقتل على يد الاصحاب ديالو. على اساس يعني اللي متبعين عام وربع شهور فعلا ديال الاستئناف وديال الطماطل. المتهم الرئيسي ما كاينش، دارت في حق المسطره الغيابيه واكتملت في شهر 5، يعني الملف جاهز على اساس يعني غادي اخر مهله غادي تناقش 13 في شهر 12 الاربع اللي فات. لكن كتفاجئنا في الجلسه، يعني على اساس دخلنا باش غادي تناقش الملف تفاجئنا بان المحامي ديال المتهم الرئيسي اللي كان كيدافع على المتهم الرئيسي اللي هو دارت في حقه المسطره الغيابيه لان ما كاينش، قال لهم يعني حط النيابه ديالو كيأزر المتهمه الرئيسيه اللي كانت مجدوده مع المتهم الرئيسي. هذه هي المفاجاه. عطاونا جلسه ومن حقه يعني يعطيوه مده مهله، رغم انه هو كان في البدايه يعني حافظ الملف، يعني فهمتي، يعني ماشي شي واحد جديد على القضيه، يعني متبع في المرحله الابتدائيه كان المحامي ديال هذا المتهم الرئيسي. لكن القانون قانون، ماشي مشكل، عطاوه المهله ديالو وعطاونا جلسه نهار 10 في شهر 1. كنتمنى يتناقش ملف ونرتاحوا وكلنا نرتاحوا باش نعرفوا الحقيقه وتبان الحقيقه وامين يرتاح وحنا نرتاحوا. كنتمنى ما يكونش الطماطول اخر وما يكونش ثاني شي سبه ولا شي عاوتاني شي حاجه. انا هذا الشيء كيزيد وكياكد ليا بان ولدي مقتول. هذا الشيء وما كيزيد كياكد ليا بان ولدي مقتول، رغم الفيديو رغم الاوديوات رغم التشريح الطبي رغم الخبره رغم هذا الشيء كالطماطول وهذا الهروب اللي يعني اضطريت انا اللي صيفطت لهم عون قضائي باش كيجيو، يعني ما كانش كيحضر حتى واحد في الايامات الاولى. من بعد المسطره الغيابيه في حق المتهم الرئيسي ما كاين، هذا الشيء يدل الى دل على شي حاجه، راه كيدل بانهم قاتلين ولدي. لا كيجيو فرحانين للمحكمه عادي، ما عندهم حتى مشكل، بحال ولدي مش اللي مات، ماشي انسان. حسبي الله ونعم الوكيل، ما نكذبش عليك، عييت الحمد لله وشكر لله، الله يقويني والله يعطيني الصبر. ولكن عييت ما نكذبش عليك، عييت ولكن غنبقى مواصله ناخذ حق امين، لان امين ماشي مش، ولا كان امين غيموت فالله هو اللي عنده يعني مول امانه، يدي امانته، ماشي يجي واحد يقتلو ليا ويعيش عادي، يعيشوا طبيعيين ويتمشاو قدامي ونشوفهم، راه ما يمكنليش نصبر، لا انا ولا اي ام غتشوف اللي قتلو ولدها عايش عادي وغتعيش طبيعي، راه ما يمكنش نعيش طبيعي الا ما خديتش حق ولدي. انا لا اطالب بشيء الا العداله والانصاف ونتنصف. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما كنهضرش من فراغ، انا كنهضر بالتشريح الطبي بالخبره اللي عندي بالمحاضر بالاوديوات بالفيديو وثائقي الدامي اللي خارجه من المحكمه. التشريح الطبي ولا الخبره راه دارت بامر من السيد الوكيل العام المحترم، يعني راه ماشي انا اللي امرت بها ولا درتها نهار مات امين، فهمتي، حتى حاجه ما جايه من عندي، لكن انا عندي وثائقي الدامغه باش كنهضر. انا ما كنجيش نتبلع على الناس ونهضر عليهم هكاك، ما عنديش الحق نهضر على الناس هكاك الا ما كنت انا متاكده وعندي باش نهضر. انا ولدي مقتول واصر على هذه الكلمه وكنتمنى ناخذ حقه، كنتمنى نتنصف. كنا مرات يكذب عليك الكذاب، رغم انا كنهضر وواقفه، لكن حالتنا النفسيه الله هو اللي عالم بها. لا يعطيها للحبيب ولا العدو، لا يعطيها للحبيب ولا العدو. راه ماشي سهل عليا، راه كندير لا نافيت كل شهر، راه ماشي سهل عليا. دموعي ما بقاوش نشفو، دموعي نشفو. كنتمنى من الهيئه الموقره تاخذ لي حق ولدي وتنصفني. كنتمنى يشوفوني بعين الرحمه ويديروا امين ولدهم، ما طلبت حتى شي حاجه اخرى.